للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي. دكتور خالد، برحب بحضرتك إلى هذه الجولة الاقتصادية على شاشة إكسترا نيوز. دعني أبدأ معك بالأرقام. زيادة بنسبة 38% عن العام الماضي في نفس التوقيت، نتحدث هنا عن 4 مليار و100 مليون يورو. كيف تقرأ هذه الأرقام دكتور خالد؟ في البداية مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للسادة المشاهدين في كل مكان. الحقيقة الأرقام بتترجم على عمق وقوة المنتجات المصرية، أصبح لديها النفوذ داخل كل الأسواق العالمية وبالأخص دول الاتحاد الأوروبي، لأن الأرقام بتتكلم بتقول إن كان عندنا في خلال فترة المثيلة من العام الماضي حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي 2.9 مليار يورو، قفزت بالرقم إلى 4.1 مليار يورو بزيادة قدرها 1.2 مليار يورو. ده بيدل وبيترجم أن المنتج المصري أصبح له القابلية داخل الأسواق الخارجية وبالأخص دول الاتحاد الأوروبي، نتيجة كل الاتفاقيات التي تم عقدها مع دول الشريك الرئيسي في دول الاتحاد الأوروبي. بالإضافة أن المنتج المصري أصبح له النفاذ داخل هذه الأسواق. دي كلها بتترجم هذه الأرقام ما وصل إليه الوضع بالنسبة للصناعة المصرية والوضع. طيب دكتور خالد، ترجمة هذه الأرقام وأن المنتج المصري أصبح له هذا الصدى داخل الأسواق المختلفة وخاصة الأوروبية، دكتور نيفين جامع تحدثت عن 23 دولة أوروبية، يمكن كان أهمها إيطاليا وأسبانيا وألمانيا وهولندا. بالطبع الوصول لهذه الأسواق احتاج ربما خطة مليئة بالخطوات سواء استعدادية أو غيرها. حضرتك تكلمنا أيضا بشكل اقتصادي عن هذه الخطة والمستهدف منها في الفترة المقبلة. لو رجعنا ورا شوية، المستهدف وصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مش هيتحقق ده إلا بناء على ما يحدث اتفاقيات بين كل الأسواق، بين مصر وبين كل الأسواق الخارجية، علشان يقدر أصل إلى الصادرات المصرية إلى هذا الرقم. بهذا الرقم لابد من وجود اتفاق مع الشركاء التجاريين حول العالم لزيادة الصادرات المصرية علشان أقدر أصل بهذا الرقم. الاتفاق بيتم من خلال فتح من هذه الأسواق أمام المنتجات المصرية. بالإضافة أن النهاردة قاعدة العريضة بالنسبة للمصنعين في مصر، النهاردة لابد من الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية الخاصة بمنتجاتهم للوصول للقابلية داخل هذه الأسواق. الأسواق دي بتشترط مواصفات قياسية يجب أن يتم توفرها في كل السلع والمنتجات الواردة لكل دول العالم وبالأخص دول الاتحاد الأوروبي. وعلى هذا ذلك لابد أن تكون هذه السلع مطابقة لده. أعتقد أن النهاردة الدولة حريصة كل حرص على الوصول بهذه المنتجات إلى الوصول لهذه الأرقام في ظل رؤية واضحة واستراتيجية محددة حددتها وزارة التجارة والصناعة للوصول لرقم 100 مليار دولار صادرات مصرية. وأعتقد أن الأوان أن نصل لهذا الرقم. الأسواق الخارجية أو الدول الاتحاد الأوروبي، لأن في زيادة 23 دولة، وأعتقد الزيادات حصلت عندهم بطفرات كبيرة. يعني عندنا إيطاليا زادت الصادرات بالنسبة لهم أكثر من 51%، أسبانيا 77%، ألمانيا 22%، هولندا 33%. فكل دي أرقام تؤكد وتدلل أن المنتجات المصرية أصبح لها قبول لدى المستهلكين ولدى داخل بلدان الدول الاتحاد الأوروبي. وأعتقد أن ده مش هيتم إلا إذا كانت في رؤية واستراتيجية واضحة. وحضرتك بتتكلم دكتور خالد عن الرؤية والاستراتيجية الواضحة. معالي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع تحدثت عن أبرز المنتجات المصدرة، نتحدث عن حديد وصلب، بلاستيك، أسمدة، ألومنيوم والكيماويات العضوية. ده بيأكد اللي حضرتك بتقوله فيما يتعلق بفكرة أن بيحصل دراسة للأسواق اللي بيتم تصدير ليها هذه المنتجات، ولا الخطوات بتتم إزاي دكتور خالد؟ بيحصل دراسة للمنتج المصري النهاردة، لأن بنعرف احتياجات هذه الأسواق. هذه الأسواق الخارجية
في كل دول العالم، ايه هي ابرز المنتجات التي يتم استيرادها، ايه المنتج المصري اللي موجود عندي داخل الدولة المصرية والمزمع تصديره، وهل مطابق للمواصفات ولا لا، وايه الاسواق اللي قابلة للاستيراد هذا المنتج المصري من عدمه، وهل في عوائق تعيق المنتج المصري من نفاذ الى هذه الاسواق ولا لا، وهل في آلية لزيادة حجم الطلب على المنتج المصري من عدمه. أعتقد في يعني في هيئة متخصصة داخل وزارة التجارة والصناعة بتعمل على التمثيل التجاري للدولة المصرية وكل الصناعة المصرية مع كل دول العالم، إزاي تعمل التنسيق التام ما بين المنتج داخل الدولة، المنتجات داخل الدولة المصرية وبين كل دول العالم، علشان تقدر تصل بنفاذ هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية في بروتوكول تام بيتم من قبل المسؤولين عن هذا الملف. أعتقد أن ده بيتم وبيترجم على أرض الواقع، وأعتقد بناء عليه بيتم تحديد كل المنتجات القابلة لها قبول لدى الدول الراغبة في استيراد المنتجات المصرية. ده بالنسبة للمنتج الصناعي، احنا ولم نتكلم يعني المنتجات الصناعية هي الأبرز وهي أصبح مطلوبة وبناء عليه أعتقد شفنا أكثر من مبادرة رئاسية لدعم القطاع الصناعي لزيادة الطاقات الإنتاجية لقدرة الوفاء لوفاء هذا القطاع الحي والهام باحتياجات السوق المحلية، بالإضافة أن يكون لديه القدرة على زيادة الصادرات المصرية وتقفز إلى الأرقام المأمولة التي نأمل أن تتحقق في القريب العاجل إن شاء الله. دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات.